السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في خامس يوم قمة علاء أو قمة المناخ كما تطلق عليها عالميا أو كما هو معترف بها عالميا. طبعا احنا قلنا لكم ان كل يوم بيبقى فيه فضايح، امبارح كان فيه فضايح على فكرة، بس الفضايح دي بقى للأسف كانت فضايح دولية احنا عرفناها امبارح بالليل، بس طبعا الوقت ما كانش مناسب ان انا اعمل لكم فيديو عشان خاطر ما ازعجكوش، خاصة ان الفيديو تبقى ريحته مش كويسة لان الفيديو خاص بموضوع الصرف الصحي. اتمنى بس قبل ما نشوف موضوع الصرف الصحي ده تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. الحكايه باختصار شديد يا جماعه، احنا فضحتنا بقت بجلاجل فكره البنيه التحتيه اللي كانت موجوده بقى في القاهره ومش عارف والمدن القديمه ومصر القديمه ومصر الجديده والاقاليم والكلام ده كله ايام المطر وسد البلعات والحاجات اللي احنا كنا بنسمع عنها دي. دي كانت دي بيقول لك البلد قديمه ومش عارف وجماعه الاخوان سد البلعات، يعني كان في ردود بتتقال في الوقت ده، في ناس كانت بتصدقها او المعيز كانوا بيصدقوها وكانوا بيرددوها كتير. طيب اما تعرف بقى ان في ماسوره مجاري ضربت في شرم الشيخ، طبعا والله العظيم انا اللي بقول، هسيب لك الديسكريبشن تخيل مين اللي قال، ومش صحيفه يعني مش صحيفه مصريه معارضه ولا حتى صحيفه عربيه، ده الفوكس نيوز الامريكيه. امريكا شمت ريحتنا يا معلم، امريكا شمت الريحه، طبعا مش امريكا طبعا، رجالتهم كلهم هنا. فانا عايز اقول لك ان فوكس نيوز منزله خبر كامل عن انفجار ماسوره في قمه المناخ جنب القاعه من القاعات الكبيره الرئيسيه في المؤتمر. قال لك بقى ايه يعني من ضمن الكلام، بيقول لك من الوقت بعد ما كنا مش لاقيين ميه الشرب، ده ميه الشرب دي حدوته تانية، في فيديو تاني عن ميه الشرب والاكل ونقص الاكل، والسيسي على فكره خلى الاكل عمل خصم الاكل 50%، هتلاقيه في فيديو تاني هسيب لك الرابط بتاعه على القناه التانية البديله عشان خاطر مش هينفع كله بقى كده، هنقعد نهري هنا كتير. طبعا اختصارا التقرير بيقول او الخبر بيقول احنا فجاه ما كناش لاقيين ميه، فجاه لقينا ميه كتير جدا، بس الميه بشكل خاطئ اللي هم مظلومين يعني على ميه المجاري. فجاه لقينا نفسنا بنعدي على تيارات من السوائل كريهه الرائحه اللي طبعا ميه المجاري، ومضطرين نعدي عليها عشان نروح نستأنف اللقاءات والجلسات بتاعه الندوات والمؤتمرات بتاعه، ده طبيعي لانهم قاعدين 18 يوم، وكمان بيشتكوا ان هم بيشتكوا من البنى التحتيه اللي موجوده في المكان اللي هيقعدوا فيه لسه 18 يوم. الامر الثاني برضو بيتكلموا على موضوع التكييف، بيقولوا يا جماعه التكييف احنا بنلاقي تكييفات عملاقه شغاله في قاعات عملاقه، القاعات دي مش معزوله كويس، مفتوحه على مصراعيها ومش معزوله كويس، فبالتالي كل ده اهدار، خد بالك اهدار، انت بتتكلم في قمه مناخ. الامر الثاني بيقول لك احنا بنعدي بالليل، اوقات بالليل بيبقى فيه اصلا غرف فارغه ما فيهاش حد، بنلاقيها النور فيها مشتعل جدا زي ما تكون الشمس ضاربه جوه. قالوا على ان هما بيقولوا مش لاقيين الميه، حتى ما بنقف في الميه وبنقف بنضطر الميه والاكل اللي هي الحاجات الاساسيه الميه والاكل مش موجودين، ولو موجودين بنقف طوابير طويله جدا تحت سماء او تحت شمس سيناء الحارقه، هما قايلين كده برضو بالنص يعني، واخد بالك. فطبعا اجمالا بقى في تساؤل برضو في اخر الخبر، بيقول لك ازاي احنا رايحين نعمل قمه مناخ في دوله زي كده والبنى التحتيه والتعامل مع وعايزين ينتقلوا للمنطقه الخضراء بالشكل ده والبنى التحتيه بالشكل دوت والتعامل مع الطاقه بالشكل دوت والدنيا بايظه عندهم بالشكل ده، يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ احنا رايحين نتكلم في ايه؟ فكان ده النقد او الانتقاد اللي موجود بسبب ميه المجاري. فعايزين بس نوجه رساله للسيسي ونظامه، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا ابني انت كنت جاي تعلى بالمؤتمر ده جعل دماغك، انت كل يوم المؤتمر كل يوم فيه فضيحه جديده، ده طبعا الفضيحه ما فيش حاجه اسمها بقى فضيحه بقى بينا وبين بعض ويقول لك ده الاخوان اللي خلاص ما فيش الكلام ده، الفضيحه بقى بتبقى فضيحه دوليه بجلاجل من اول يوم حصل والفضايح نازله على دماغه ترف. طبعا هتلاقي اللي بيضرب نفسه 100 جزمه بالاشاره على الشوره دي. فانا عايز اقول لك ان دلوقتي انت مش عندك مشاكل في كل حاجه، انت ما بتعرفش تعمل حاجه لا انت ولا نظامك، انت شويه حراميه جيتوا مسكتوا البلد مش قادرين، ما عندكش بربع جنيه عقل. انت بتتكلم بقى في مؤتمر انت صارف عليه على كلام ابو نسب، طبعا العظيم محافظ جنوب سيناء، اللي بيقول لك احنا دفعنا بس مبدئيا 50 مليار جنيه، 50 مليار جنيه والمصاريف ضربت امبارح يا باشا، مساء الفل، فلوسكم حرام، فلوسكم حرام، بلاش حل تاني، يا اما انت حراميه اصلا وسرقت الفلوس ما دفعتش فلوس في حاجه. فكون ان انت ماسوره صرف صحي في مكان جديد او مكان معروف ان انت بنيته من اول وجديد، يعني المكان اللي قايم في المؤتمر ده مبني من اول وجديد، فكون ان انت الكلام ده ما بقولش عليه ما عداش عليه شهر ويحصل المشكله دي يبقى انت عندك خلل. فصباح الفل وصباح الزفت على دماغكم وعلى البنى التحتيه اللي مش عارفين تعملوا فيها حاجه. دي بس كانت اول فضيحه النهارده، دي طبعا كانت امبارح بس احنا وصلت لنا النهارده. هتلاقوا الرابط بتاع الخبر اللي فوكس نيوز الامريكيه
هتلاقوه موجود في صندوق الوصف. سلام، اشوفكم في فيديو جديد.